سيلة سيلة هاي بدو حاد كل إذا هاي دول كاقة هيو وانا لما هراني هاقر لي إيوح أقو قبو وانا لما هراني هادو حد سوكنا عيو وساجد كآت كوفا عويل يقبل تنك هاي بدو حاد كل إذا هاي دول كاقة هيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب كتاوان سوى نسر جيري كسو دباد بادلاني ما انتوا مالين كلا يولون سفر كلا هل كان كسو كان بحويان مقال ما احد القبل كالسلل يسيلا حالي طولي طوانكي هبي نمو ايان كسو بحني مقال دي هركيسا ايما كان ساعد وحشيك ساسدح دي بركي كالب نمو حالي لما سامليل سوى هين وانس كسي حاني ايما كان سوى كعني مركب الا سقالة دي الا طوانكي ملاحظان سوى قلنا مقال دا وأسكر سحني مكان سوق عني واحد على سي قروح المجال الذي تاريخ ذي مجال الذي هنا عند التصو مجال ذي سيلع وحعام كنت هاي وحوي هو مجال أي توج ترين ديو وقتي فوق نولا وأنا هالكي حضارة الصومال كسب بلامتي سلوك راح على شيء جاينا هالكن تهاي هالكي دين الإسلام كو الصومال كسب كشيء إما اسمي عشان يقدم بيا أو كو عديني يعني ماشنا هاد من الأدو قديمية وحيوان وارد اسمي يا لغو قياسين لنسي إلا كون إيو لح بقل أصنا كار وهي مقالة دان وحكو يالا مستيد لا لبا قبلة أو قبلة كو عدين سينا تي قبلة دي مركي هر لو تكن تري بيت المقدس يا قبلة كو عدين سينا تي مركي تنبي إلو سوري تي حرمك ماشي وحكو عدين سينا تي ميا لغو نولا إن بقلال يو بقلال سرو حتى رد آدو عدشي مناي كترتي سيلا مركز برتن كيدا تاقين تاي وحكو موقنايا تاريخ آدي آدو بلاران أي مقالة دان اللي هذا هاي مقالة دان حلقو قياسها إن لرسي كل واد كن يلح بقول أوصر نكار مقالة دان ومر بمرك كاسي تنبيسي سيدو ميسا وحلو آنيا إن الدنتو بي ترينكا إلا سميي وقتي قاسي بوت ييتو بي اسكو حريي والا إلا دقنع سيجي هل كان كتير جري وحاو قوري دنكا ييج بوتي كديب مقالة دان انتا وحي كدن بيي حكا لممو يعني وحو كردا ميجر أنا هدو حكو سوكنا هاي مساجد كآت كوفا عويل يا قبلتينك مساجد كان قبلتين وحلوغو بحيي مسلمين تماركي هوري ايو تكن جرتي لنك هايو بيت القدس اي لو جيسان جري يا قبلتو هالك هاسي هاي وي سميسان تاي وواحا عدين سا ان دادكي وقتي غاسي نولا ان قبلتو لنك هاسو جيد دي ان قبلتو هاسو كتو كن جرين سيدو كلا قبلتو هنكلا وحويا هو ماركي بيت القدس لقسو ريتيي إن قبل هذا لوت كذا، إيه لقى دقيقة إن كاي بيت الحرم كا، أيات دك المسلمين تها وقت كاسي تري، إيه إن كاسي تكن يواحد سمستان، كاس يبيت الحرم كوش استان، إن سيدت كدقيقة كنوش أجان تها سوا حسببتي، مسلمين تي كسو هي تري وتي إن كاي يو مدقال هذا مكا يا قريش دواتي سي، إن قار كم يد كسو دقيقة دكدن سيلا، وهاي دكد آدي آدو بلارن، إسلام كان تاريخ قديم يلا. أصحابتي مركز سودكتي أيوة حركين ضد كل مجال هذا أي إمك وشيء هذا لأن كاي بيت القدس كدي بحوس من قبل ضاع عصب أي توسين إن إمك تهاي قبل ضاع لأن كاس يبيت الحرم صوت استونا ميلا بدن او قديمية او الى ذا هي مقالة نسيلة نمرش بيد الله هل كان يمكن يدني نوم وقتا او ميلا كلا اما قرية كلا او الهان ترين تدكي وقت قاسي هل كان كنا ولا ان قرية هاني مكا او اه والله قرية دي اسهر قديمية كل دلكين وحي ام وقتا اني قبي هان با اسميان صدو كرانا اي بربوريان مقالة دا واحا كنا ولا قوم يدو اهدي اهدو فربضان وهالكن أكل يمن شري قار كنعس وهو منا يا قار دتك وهو يمن شري إني دين تبران لبضوا هالضوا ما أنتوا حين فوكس كسار دونا من أدو لفكر دونا سيدا هو مع قلصن أتكو تيجي كرت مقال لدن هو اللي بنا عقبها هو وين أنا كل مكرتين تسافر كان كشرتو وحن إنك شكل دونا سفر قاتي شن يتبان ساعة ضوضة سي ساعة يكون دوا اللي بعدين ساعة ضوضة سو ساعة waxaan midis ku taagi doonaa wax kasta oo aan la kulanay intii aan safarkan ku jirnay ku bilow
halkee bay Seela ku taalaa? Seela waxay ku taalaa qoyga galbeed Hargeysa oo Hargeysa marka joogto waxay u jirtaa 400 oo kiiloomitir. Daba Seela imisa wado ayaa taga? Seela waxa taga 3 wado. Wado marka Hargeysa joogto ka dhaadhacda Dowgacad kadibna xeebaha marta kadibna sidaas ku tagta Seela. Sidoo kale waxa jirta wado labaad oo iyaduna Hargeysa ka baxda oo la maro tuuladan Al-Xeer leeda kadibna lagu dhaadhaco tuulooyinka ay ka mid yihiin Agabar, Garbadadar kadibna sidaas Seela lagu tago. Sidoo kale idan waxa jirta wado saddexaad oo la maro oo wadadaas iyadana waxay ka baxdaa Buurma kadibna marta tuulooyinka Boon kadibna wadada ka dhacda Hala Eelgaal kadibna toos u tagta Seela. Waxaan kala qaadi doonaa 3 qodob si ugu macquulsan aan lagu tagi karo magaaladan. Qodobka koowaad waa gaadiidka raacis. Gaadiidka raacis wuxuu noqonayaa gaadiid u adkaysta rafka ay leedahay wadadani oo ay wadadan waxa lagu tiriyaa wadooyinka ugu adag ee ku yaala dhulka ay Soomaalidu degto. Gaadiidan marka la kireysto waxaa qiimo ahaan ku kacaan inta u dhaxaysa $460 ilaa $560. Anaga ahaan lacagta naga baxday waxay ahayd $510 oo siyaabo kala badan ku timi. Siyaabaha ay ku timina dib ayaan idinka sheegi doonaa. Qodobka labaad. Qodobka labaad isaguna waa waqtiga. Waqtiga ugu yar ee ugu macquulsan ee goobtan ugu tagi kara waxa weeyaan 12 saacadood oo sii socda iyo 12 saacadood oo soo socda waa haddii aad adigu waqtiga si fiican u ilaashato. Sidoo kale waxaa kugu bixi kara ugu yaraan 3 isho inaad ku tagto magaaladani. Anaga ahaan waqtigii nagu baxay inaan magaaladaas ku tagno horan aan ku sheegay waxay ahayd 15 saacadood sii socda iyo ku dhawaad 20 saacadood oo soo socda oo waayo wadooyin badan baan marnay sidoo kale dhexdaan istaagaynay dalbarashana waan ku jirnay. Laakiin idinku hadda waqtiga ku xisaabtantaan waxaad ku tagi kartaa 12 saacadood sii socda iyo 12 saacadood oo soo socda. Haddaba iyaduna waxa jirta qorshe kale oo ay tahay inaad ku talagasho. Waxa weeyaan qorshaha cuntada kugu baxaysa iyo meesha aad seexanayso. Cuntada kugu baxaysa waxa weeyaan dee inaad meesha marka tagto waxa aad ka cuni lahayd aad iyaduna qarashkeeda ku talagasho. Sidoo kalena asahaya aanu si qaadato 12 saacadood oo wadada ku jirto waxa cuni lahayd. Sababtoo ah maba jiraan ama way yar tahay intaad wadada ku jirto meel aad hal caagad oo biyo ka iibsato. Runtii waa wax lala yaabo laakiin iyaduna waxa muhiim ah inaad ku sii talagasho wax alaaliyo wixii kugu baxaya ee cunto ah intaad safarkaas ku guda jirto. Sidoo kale markaad magaalada tagtidna hoteelada la seexdo. Kulli waxaan aragnay hal hoteel, halka hoteel qarashka ugu badan kaaga bixi karaan halkii sariir waa $5. Markaynu ka nimaano sida ugu macquulsan aad magaalada ku tagi karto, iyaduna waxa jirta waxa ugu weyn ee loo tago magaaladan oo ah inaad booqato jasiiradaha ku yaala magaaladan oo ay ka tahay jasiirada Sacaadadiin iyo Ceebaad iyo lixda jasiiradood kale ee la midka hadaba iyagana si aad qorshe wanaagsan ugu diyaarsatid inaad jasiiradahaasi tagtid iyadu waxay ahayd meelihii ugu badnaa ee dhibka ugu badan naga soo gaadhay meelaha dhibka ugu badanna uu ka jira weeyaan. Haddii aanad haysan qorshe sax oo aad ku talagasho muuqaalada ugu quruxda badan inaan idinka diyaarinay meeshan dee waxaa loo tagaa waxa weeyaan jasiiradahaasi la tago. Jasiiradahaasina waxa weeyaan waa goobaha ugu quruxda badan intii aan safrayay aan booqday wallaahi run ahaantii ahna goobaha ugu quruxda badan ee dalkeena ku yaala. Muuqaal kale oo si tafatiran idinka sheekeynno sida ugu macquulsan ee idin jasiirada ku tagi karto ayaanu idin diyaarinay muuqaalkan part 2 waanu samayn doonaa insha Allah ta'ala. Waxaan idinkula talin lahaa inaad channelka subscribe si saarataan si aad ula socotaan muuqaalka part 2-giisa. Aad iyo aad baad mahadsantahay. أدكو ها قبيش واه ليلة دينو هروين كو إرمانو أدكو هيرانيسي